في برامج متضمنة لبعضها، أولا برنامج اليقظة التربوية، ثم البرنامج المشروع رقم 4 المتضمن في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، هي عملية من الطفل للطفل، وتسميتها تدل على انخراط وإشراك التلاميذ المتمدرسين في إحصاء زملائهم وأقرانهم وجيرانهم الذين يسكنون بجوارهم والذين لا يجون المدرسة. بصفتي كرئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة جماعة يامي مجلاو جماعة الساحل الشمالي، اشتغلت مع أطر هذه المؤسسة بكل جدية من أجل القضاء على ظاهرة الهدر المدرسي، وبالفعل عملت على استرجاع العديد من التلاميذ المنقطعين وإعادة تسجيلهم، وفتحنا نقاشات مطولة مع الآباء لكي نساند وندعم المدرسة ونحافظ عليها ونحترمها احتراما كما نحترم المساجد، وقد نجحنا في جعل هذه المدرسة رمزا للدوار وفضاء يحترمه الجميع. وفي الأخير أشكر السيد الوزير وكافة الضيوف على حلول بيننا، فهذا شرف لمدرستنا جماعة الساحل الشمالي، وهو ما يجعلنا أكثر إصرارا لانخراط المدرسة في جعل التربية والتعليم في متناول الجميع. وشكرا. قصتي مع التربية الغير نظامية أنني كنت كنقرا في مدرسة تعليم العتيق لحفظ القرآن الكريم، والحمد لله توفقت وقريت وحفظت القرآن الكريم كامل، وانقطعت على الدراسة ديالي سنة 2015، قطعت وبقيت عام وأنا جالسة في الدار، مريت من عدة تجارب، حاولت نشتغل باش نلقى شي جلسة، ولكن ندمت بزاف حتاش جبرت راسي ما قدرش نقابل الدراسة. تعرفت على واحد الجمعية العون والإغاثة اللي عاونتني وساعدتني بزاف وشجعتني وقنعتني باللي رجع المؤسسة. قريت ملي خرجت من سنة ثالثة إعدادي ما قدرتش نوصل الدراسة ديالي، عاودت من السادس ابتدائي قريت في الجمعية السادس، والحمد لله نجحت وجيت أنا الأولى على صعيد طنجة. ظاهرة الهدر المدرسي هي من أولويات الأوراش التي تم فتحها في على صعيد الوزارة. اليوم كي كتبعوا معنا واحد العدد ديال المبادرات قمنا بها للحد من الهدر المدرسي، اولا برامج الدعم الاجتماعي، تعميم التعليم الاولي، واليوم الحمد لله كنطلقوا هذا الورش الوطني ديال من طفل الى طفل للقضاء النهائي على الهدر المدرسي من هنا من هذه المدرسة الجماعتية بمجلاو اقليم طنجة اصيلة، ولها رمزيتها لان كي قلت النسب ديال الهدر المدرسي على المستوى القروي هو 5%، وحنا سطرنا في مشروع تنفيذي للوزارة باش ان شاء الله من هنا ل 2024 ننزلوا ل 1%، لهذا خصنا نكتفوا هذه البرامج ونطوروها. واليوم الحمد لله عندنا خلقنا واحد التعبئه جماعيه من اسر من تلاميذ وايضا من فاعلين تربويين. اليوم بغينا ينخرطوا التلاميذ مباشره، لهذا سمينا هذا البرنامج من طفل الى طفل بمعيه اليونيسيف وايضا كندا، سفاره كندا اللي كتعاوننا في هذه المبادره. هذا المشروع اللي غادي يكون عنده واحد الاثر جد ايجابي على الطفل، لان الاطفال غادي يمشيو وغادي يعبئوا واحد الثماره، وعطيناهم واحد القائمه ديال الاسماء اللي انقطعوا على الدراسه باش نوقفوا على شنو الخلل، اين يكمن الخلل، واين شنو هما الاسباب ديال هذا الانقطاع المدرسي. وكاين من بعد واحد التعبئه ديال جمعيه الاباء واولياء التلاميذ وايضا المدراء والاساتذه باش يدخلوا في نقاش مع الاسر للتحسيس ديالهم ولتوضيح لهم، لان هذا عنده واحد الاثر سلبي هذا الانقطاع. الآن سنمر كذلك إلى وصلة موسيقية ثالثة، هي أغنية واثقون التي سيتم تقديمها من طرف تلاميذ مدرسة أبي السعيد المغربي بمدينة طنجة. لا 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 لا
18 سنه كنقرا في اعداديه الاطلس طنجه سنه ثانيه اعدادي. التجربه ديالي انني انقطعت على ديفاسا سنه 2015، كنت كنقرا في التعليم العتيق 6 سنين وانا تما، حفظت القران الكريم الحمد لله، ولظروف معينه انقطعت على الدراسه ديالي لمده عام. حاولت انني نعمل الاوقات ديالي ما بقاش جالسه يعني في الدار، ولكن ندمت بزاف حتى ما كاينش شي حاجه في حال الدراسه. التعليم هو كل شيء، وبخصوص في الوقت ديالنا دابا وحاليا في المجتمع، اي حاجه كطلب شواهد، اي حاجه كطلب دراسه. كنصح اي وحده بحالي او اي واحد ما ينقطعش للدراسه ديالو، حتى الدراسه هي اساس الحياه والتعليم هو كل شيء في هذا الوقت هذا. احنا بدور الدور ديالنا هو المساهمه مع اطر المؤسسه في ايجاد حل لهاد التلاميذ اللي كيقاموا بهدر المدرسي، واستطعنا يعني نزورهم ونقنعوا الاباء ديالهم، وفعلا رجعوا المدرس وسجلناهم وكل شيء. ولكن بفضل هذه المدرسه الجماعيه وكونها على قسم الداخلي كنوفروا لهم المبيت، وكيكون ما كاينش واحد النوع من كنسموه حنا البعد. Thank you.